مباشرة ينضم إلينا دكتور عبيد المجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك. أهلا بكم. نعم، إلى أي مدى يعتبر ما حدث اليوم في منذ أمس حتى اليوم في رفح وتنسيقا أمريكيا إسرائيليا في سبيل استعراضا أو ضغطا على المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بالمفاوضات؟ من المؤكد أن هذا تفضل. قلت من المؤكد أن هذا كان نتاجا لتنسيق معين. من المستحيل أن يذهب يعني نتنياهو إلى رفح دون أن يعلم الإدارة الأمريكية بالضبط عن الهدف وربما المدة وكل هذه التفاصيل، لأن المتعجلين الحقيقيين هم الأمريكان. يعني الأمريكان إذا لاحظت في الفترة الأيام الأخيرة الماضية كانوا يقومون بعمل محموم يعني من الرئيس بايدن الذي كان يتابع بصورة شخصية، لرئيس مجلس الأمن القومي، لرئيس CIA. يعني المسألة ليست لا يمكن أن تكون عادية. هذا النشاط الدبلوماسي والسياسي المحموم للإدارة الأمريكية يعكس رغبة أمريكية بضرورة إنهاء يعني الوضع في قطاع غزة، حتى يعني ولو كانت الشروط ليست في مصلحة إسرائيل كلها أو جزء كبير منها، لأن الولايات المتحدة تخشى من تفاقم الوضع الداخلي في الولايات المتحدة على ضوء ما يجري الآن في الجامعات وعلى ضوء امتداد ما يجري في الجامعات إلى يعني قطاعات كبيرة ومؤثرة من المجتمع المدني الأمريكي على أبواب يعني البدء النشط للمرحلة الانتخابية. وبالتالي أنا من وجهة نظري أن الإدارة الأمريكية وصلت الآن إلى نهاية الطريق وفهمت بأنه لم يعد هناك أي مجال لأعمال عسكرية حقيقية، وهذه مسألة اجتياح رفح بريا ومش عارف شو، هذا من وجهة نظري انتهى. والإدارة الأمريكية الآن بالفعل ربما تريد أن تحسن من صورة نتنياهو يعني على شكل رشوة معينة، ولكن هذا لا يغير لا بطبيعة الحرب ولا بنتائجها. الأمور الآن تسير نحو النهاية الطبيعية لها. نعم، لكن هل يفضي هذا المقترح إلى وقف إطلاق النار؟ كان نتنياهو سابقا تحدث بشكل واضح سواء كان اتفاق أم لم يكن سندخل رفح. من وجهة نظري أن هناك اتفاق لن يتم الخروج يعني الجدي عنه من ناحية الأمريكان ومصر وقطر، ووافقت بصورة ضمنية عليه حركة حماس، ولذلك من وجهة نظري لا تستطيع إسرائيل أن تخرج الآن عن المشورة الأمريكية في هذا الظرف الذي تعتبر فيه عملية الوصول إلى حل مسألة حيوية أمريكية. لا أعتقد بأن نتنياهو يستطيع، وإن ذهب سيتورط أكثر لأنه في نهاية المطاف يعني ما الذي سيحققه في رفح يعني ولم يتم تحقيقه خلال 214 يوم؟ هذا يعني معروف، وحتى الصحافة الإسرائيلية والكتاب الجديين في إسرائيل يعني يتحدثون بشكل واضح أكثر مما نتحدث نحن بأن العملية استعراضية ولا فائدة منها ولن تحل ولن تغير جوهريا في النتيجة التي ستصل إليها إسرائيل. ولذلك من وجهة نظري أنه طبعا من الناحية المعنوية يعني نحن نتأثر عندما نرى القوات الإسرائيلية على المعبر أو عندما يحاولون إنزال لا أدري علم حماس ثم وضع العلم الإسرائيلي، كلها استعراضات يعني معروفة يعني ومميزة لنتنياهو وطريقة استعراضه. هذه مثلا لا نعتقد أنه يعني نتنياهو كلما خرج من ورطة وضع نفسه في ورطة أكبر، يعني الآن هو يعني يحاول في النفس الأخير، وإذا غامر وقامر بكل شيء النتيجة ستكون أسوأ بكثير عليه وعلى إسرائيل. نعم، كانت ريتس تحدثت وقالت أن هناك اتفاقا مصريا إسرائيليا أمريكيا على تولي جسم مدني كما أسمته مراقبة معبر رفح بعد انتهاء العملية العسكرية هناك، وتحدثت أيضا ريتس أن شركة أمنية من جنود سابقين سيتولون ذلك وهم وحدات في الجيش الخاص في الجيش الأمريكي وخدموا في مناطق النزاع كأفريقيا وغيرها.
برأيك هل هذا ممكن في كل ظل هذه المعطيات؟ وكان حديثا أيضا في سابقا إسرائيليا عن اليوم التالي، لكن في تحديدا في هذه النقطة هل بذلك ممكن؟ والله أنا يعني أميل إلى الاعتقاد بأن شيء من هذا النوع سيحدث، لكن ليس بالضبط كما تقول إسرائيل. ومن وجهة نظري أن أصلا يعني نحن ذاكرتنا للأسف قصيرة، هو المعبر من حيث المبدأ يعني كان تشغيله يعود للاتحاد الأوروبي. يعني إذا الناس مش عارف هذه الحقيقة المفترض تعرف. يعني الحقيقة أنه يعني العودة بهذا المعنى ليس فيها أي انتصار لإسرائيل. الحقيقة أنه هو أصلاً المعبر المفترض حسب الاتفاقيات مع المصريين أنه يكون التشغيل الأوروبي أو الإشراف الأوروبي ومصري وفلسطيني معاً. وبالتالي أنا من وجهة نظري أن هذه أيضاً قضية مضخمة للغاية حتى تبدو وكأنها نوع من الانتصار لوجهة نظر إسرائيل. هذا ليس دقيقاً، لكنني يعني لا أستبعد أنه يعاد تفعيل يعني تشغيل المعبر بطريقة جديدة، لكن في حقيقة الأمر هذه الطريقة الجديدة ليست بفعل العامل الضغط الإسرائيلي، بل هي عودة إلى الطريقة الصحيحة التي كان يسير به تشغيل المعبر. نعم دكتور، أيضا في ظل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار سواء من مصر وقطر، هل من الممكن هناك وفود وصلت إلى القاهرة؟ حركة حماس قالت أنها أرسلت وفدها، وهذا دليل على جديتها. كما قالت الاحتلال أرسل وفدا تقنيا فنيا، لماذا لم يرسل وفدا يستطيع أن يفاوض ويصدر أيضا لديه إمكانية أن يقبل أو يرفض؟ شوف أنا بعتقد أنه الأمور واضحة. نتنياهو أخذ إذنا أو أخذ رخصة من المجلس الحربي بأن يذهب إلى عملية محدودة يعني ربما تستمر يومين ثلاثة أربعة، اللي هو هذا ليس مهما، يحرز فيه بعض الانتصارات الوهمية وبعض الاستعراضات لكي يعني توافق إسرائيل بعد أن تضغط الولايات المتحدة باتجاه يعني المزيد من بين مزدوجين المكاسب للجانب الإسرائيلي من الناحية الإعلامية. أنا أعتقد أن كل اللعبة هي هنا، يعني هذه طبخة تحاول يعني إسرائيل من خلالها. يعني أنا أعتقد أن أي ساذج بالسياسة يعرف أن إسرائيل يعني الآن هي تناور في منطقة محدودة من أجل يعني الظهور بمظهر مختلف عما وصلت إليه الأمور في حقيقة الأمر وعلى أرض الواقع. هذه هي كل القصة، ولا يعني أنا أنصح الإعلاميين وأن الوقوع في الشرك الإسرائيلي. إسرائيل يعني شبعت هزيمة، وهي تعرف بأن إمكانياتها لتجاوز هذا الواقع بالمعنى الجذري أو تغيير هذا الواقع بالمعنى الجذري والجدي لم تعد موجودة على الأرض. المسألة لم تعد مسألة يعني أنه تفوت قوات وتطلع قوات وتتقدم دبابات وتتراجع دبابات، هذا ماذا سيغير يعني في واقع الأمر؟ هذا لن يغير شيئا يعني. العملية انتهت، العملية العسكرية في غزة أو الهجوم الإسرائيلي في غزة يعني هو في نهايته، وهذه مسألة لم تحسم شيئا خلال 214 يوم. ماذا يعني سيحسم نتنياهو وغير نتنياهو خلال أربعة أو خمس أيام بضغط أمريكي شديد باتجاه إنهاء هذه العملية العسكرية؟ أنا أظن العملية العسكرية ليس في رفح وإنما في كل غزو. أعتقد يعني يجب أن نبقى نحن كإعلاميين وكسياسيين يعني وكتاب نبقى يعني منشدين للشيء الجوهري. هذه عملية استعراضية ثانوية هامشية يراد من خلالها أن تبدو إسرائيل بصورة أو على هيئة مختلفة عما هي عليه. حتى لو أنا كنت مكان يعني حركة حماس أو المقاومة يعني أعطوهم فرصة من هذا النوع حتى يبدو وكأنهم يعني قد حققوا شيئا طيب، وبعدين وبالتالي ستنتهي الأمور عند الاتفاق والصفقة. لا مجال لنتنياهو وغير نتنياهو، سواء نتنياهو أو غير نتنياهو، لا مجال إلا للصفقة، لأن الذهاب باتجاه تعمق الحرب معناه يعني من وجهة النظر يعني بمعنى الاجتياح البري الكامل الشامل لرفح،
معناه انفجار الإقليم. هذه هي المرة الأولى التي معركة رفح ستعني انفجار الإقليم. شكرا لك دكتور عبد المجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.